معكم In the Boardroom. شرفنا اليوم على البرنامج دكتور محمد عبد القادر رضا من هيئة الصحة بدبي. دكتور أهلا وسهلا فيك. أول سؤال اللي هو أن ممكن تعرفنا عن نفسك بثلاث صفات؟ أعتقد شخص يحب التحدي، يحب الجديد، وطموح. بالنسبة للنقاط القوة ممكن بعد تذكر ثلاث نقاط قوة رئيسية تشوف يعني في نفسك؟ إذا تكلمنا عن نقاط القوة أعتقد لازم أذكر أني أحب أن يكون شخص يفكر، شخص يتخذ قرار بعد تخطيط، ويعمل على طريق ممنهج واستراتيجي. وهي يمكن ثلاث أربع نقاط قوة: تفكير، تخطيط، واستراتيجي. هل كان لك يعني موقف شخصي مثلا أو سبب يعني معين خلاك تتبع طريق الرعاية الصحية؟ هل كان شيء مثل من الأهل أو غيرهم يعني؟ نعم، جدي هو أول طبيب أسنان في دولة الإمارات، وابن عمه هو أول طبيب بشري في دولة الإمارات أيضا. الدكتور يوسف جواد الرضا كان طبيب أسنان، والدكتور محمد حبيب الرضا كان طبيب بشري، واثنينهم ساهموا في وقت يمكن كانت الدولة محتاجة لحد يرعى المرضى صحيا، لكن ذكراهم ما زالت موجودة والناس تذكرهم وتدعي لهم. فإن شاء الله يوم من الأيام الناس تذكرنا وتدعينا بالخير. وبعد سمعت أن عندك محبة ونقول حتى شغف للسيارات الكلاسيكية، ياريت بعد تخبر أكثر عن الموضوع. شخصيا أحب السيارات كثير، وخص النادر منها أو الكلاسيكي علمتني كثير، علمتني حب الجودة، فصار عندي مثل ما تقول اهتمام كبير في السيارات وفي صناعتها وفي حتى ميكانيكتها وتطور التكنولوجيا فيها.